طريقهما إلى الصين يصل التوأمان إلى مرتفعات التبت ويمكثان في معبد حيث تتلقى جولي العلاج. في منتصف الليل يدخل هوتشينغ إلى غرفة جولي للتخلص من التوأمين. يتدخل جول، وفي اللحظة الأخيرة ترده مساعدة من قائد القافلة الذي يضرب هوتشينغ. وفي اليوم التالي وبرفقتهما مارتن غارسون والبروفيسور يدخل التوأمان الصين. في المعبد يعرض هوتشينغ أنه سرق ألواح لاوتسي من التوأمين. تؤدي المواجهة مع الجنود الذين أرسلتهم الإمبراطورة إلى اكتشاف التوأمين أنهما فقدا قوتهما بسبب اختفاء الألواح. وبعد أن يتمكنا من الهرب يدخل التوأمان معبدا ويعلمان هناك أن الألواح موجودة. يقع مارتن والبروفيسور في قبضة جنود الإمبراطورة. خاطرا بحياته قرر كونغ لي مساعدة جول وجولي في الهرب مع مارتن غارسون والبروفيسور. هل ينجح التوأمان في الوصول إلى المعبد الكبير؟ لا تنسوا أن تشاهدوا أحداث الحلقة القادمة.